مسعط كل عاشق من الجان في الجسد. اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة وزان وزانية ومتمسك وساكن بالعورات. اللهم اجعل هذا الجسد عليه نارا. اللهم اجعل هذا الجسد عليه نارا. اللهم لا تجعل له في أجسادنا مكانا ولا قرارا. اللهم لا تجعل له في أجسادنا مكانا ولا قرارا. قال اخرج منا مذءوما مدحورا. اللهم احرق وجهه وعورته. اللهم اعمه وخذ بصره. اللهم اجعل لنا حافظا من عندك من أذى المس العاشق. اللهم اجعل لنا حافظا من عندك. اللهم اقطع شهوته وأذهب عقله. اللهم سلط عليه الآفات والعاهات والأمراض المستعصية. اللهم شل أركانه وأخلص لسانه واقطع أنفاسه. اللهم اسلبه قوته كلها. اللهم اربطه عنا وعن كل مسلم ومسلمة. اللهم سلط عليهم ملائكة من عندك وجندا من جندك يقيمون علي حد الجلد أو الرجم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اللهم سلط عليه من يجلده. اللهم سلط عليه من يقتله ويحرقه. اللهم سلط عليه من يسومه سوء العذاب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تأخذه إليك أخذ عزيز مقتدر. يا قهار يا جبار يا منتقم انتقم لنا من هذا المس. اللهم أبطل أسحاره. اللهم أبطل أسحاره وأبطل عقده. يا قوي يا قدير. اللهم أحرقه أينما تنقل واختبأ. اللهم أحرق هذا المس أينما تنقل واختبأ. اللهم أحرق من تركز في الأرحام. اللهم أحرق من تركز في الأرحام. اللهم أحرق من تركز في الأرحام. اللهم أحرق من تركز في العورات والأرحام والمبايض منهم.
اللهم أحرق من تركز في الرأس والوجه والعيون والصدر والظهر والأعصاب والعظام والعروق والشرايين، اللهم ادفعه عنا، اللهم ادفعه عنا، فأنت المولى فنعم المولى ونعم النصير، اللهم يا قوي يا قدير، اللهم يا جبار السماوات والأرض، اجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشهم عنا، اللهم أخرجه من حصنه وتدريعاته، اللهم أحرقه بهذه الآيات وأخرجه من هذا الجسد يا قوي يا قدير يا جبار السماوات والأرضين يا سيدنا يا مولانا، ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك أمرنا، يا من ترفع له الشكوى، يا من ترفع له الشكوى، يا سامع النجوى، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بهذا المس العاشق، اللهم عليك بكل مس عاشق تلبس في الجسد، اللهم انتقم لنا منه يا قوي يا قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، لتأتون الرجال شهوة، لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون، 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 إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله
إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا 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 فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فانظر كيف كان عاقبة المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم قال لو أن لي بكم قوة لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها 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 وأمطرنا عليهم حجارة 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 من سجيل ممدود وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود
وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مردود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين دابر هؤلاء مقطوع 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 مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي
كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وانطرنا عليهم حجارة حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة
لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 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 بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا 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 إنا
أرسلنا عليهم حاصبا 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 إلا آل لوط نجيناهم بسحر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر ولقد أنذرهم بطشتنا 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 فتماروا بالنذر ولقد راودوا عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقل فذوقوا عذابي ونذر بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم
فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 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 بسم الله الرحمن الرحيم الآن خفف الله عنكم خفف الله عنكم خفف الله خفف الله خفف الله عنكم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم الله يشفيكم من شر كل عين حاسد الله يشفيكم. اللهم رب الناس مذهب الباس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أعيدكم بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. حصنتكم بالله حصنتكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء وعصمتكم بربي ورب كل شيء وأكلتكم إلى الحي الذي لا يموت واستدفعت الشر عنكم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبكم الله ونعم الوكيل. حسبكم الرب من العباد. حسبكم الخالق من المخلوق. حسبكم الرازق من المرزوق. حسبكم الذي هو حسبكم. حسبكم الله وكفى وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى ليس وراء الله مبتغى. حسبكم الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك.
وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.